أهلا وسهلا بأحلى المتابعين. اليوم عندنا شيف حلواني مبدع يتفنن في تزيين الكيك بشكل احترافي. مثل ما تشوفون، بعد ما جهز الكيكة وغطاها بالكريمة البيضاء، حط خطوطا من الشوكولاتة الداكنة حوالين الجوانب. بعدين استخدم عود عشان يحرك الخطوط ويخلي الكيكة تطلع كأنها مربعات جميلة وجذابة. إذا عجبكم هالشكل، لا تنسونا تدعمونا بلايك وتشاركونا الفيديو، وأشوفكم في فيديو قادم. أهلاً وسهلاً فيكم يا متابعين. اليوم بنريكم طريقة جديدة لتشكيل الحلويات باستخدام غطاء عصارة الليمون اليدوية. مثل ما تشوفون، نجيب شوية عجين ونحطها في راحة اليد، بعدين نحشيها بشوية تمر، نحاول نضغطها في غطاء عصارة الليمون اليدوية، وفي النهاية نحصل على شكل حلويات جميل وبسيط وما يأخذ وقت. إذا حبيت هالفكرة، لا تنسون اللايك ومشاركة الفيديو. أشوفكم في الفيديو القادم.